دلوقتي هنتكلم على الديفلوبمنت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم، اللي هو اول حاجه فيه ديفلوبمنت اوف ذا هارت. اللي حاصل عندي انا الامبريو اهو في 3 طبعات، طبعه اسمها الامبريو في الاسبوع الثالث بقى 3 طبعات، طبعه فوق اسمها اكتوديرم، طبعه تحت اسمها اندوديرم، وطبعه في الوسط اسمها الزرقاء دي اللي اسمها ميزوديرم. الاكتوديرم كفرد بالامنيون او امنيوتيك كافتي، الاندوديرم مبطن باليوكساك اي كافتي. لو خدت انا ده قطاع، لو خدت الطبقه دي كلها مش قطاع عندي هنا، ودي الصوره دي شفناها في الجنرال، ده الازرق ده اللي هو الجزء ده الميزوديرم. الميزوديرم اول ما يبتدي يبان بيبان فيه 2 كافيتيز، ده اسمه اورال كافيتي او اسمه هنا باكو فارينجيال ميمبرين، وهنا كلواكل كافيتي او برضو كلواكل ميمبرين. يبقى باكو فارينجيال ميمبرين وهنا كلواكل ايه ميمبرين. بعد كده في يبان كافيتي شكل حرف اليو اهو، اسمه ده انترا امبريونيك سيلوم اهو، ده انترا امبريونيك سيلوم. الانترا امبريونيك سيلوم ده هيتغير او هيتقسم، ده هيبقى الجزء ده هيسمه بريكارديال كافتي، بعدين هنا بلورال كافتي، بعدين بريتونيال كافتي. هنا ده الجزء ده كله الميزوديرم. هنيجي بقى نشوف في جزء محصور بين الباكو فارينجيال ميمبرين والكافيتي والبريكارديال كافتي، ادي البريكارديال كافتي وادي الباكو فارينجيال ميمبرين. الجزء من الميزوديرم ده اللي هيديني الهارت، الجزء ده من الميزوديرم المحصور بين البريكارديال كافتي والباكو فارينجيال ميمبرين. It is developed from the mesoderm in front of the باكو فارينجيال ميمبرين. ادي الباكو فارينجيال ميمبرين قدامها على طول الجزء الميزوديرم اللي هيعمل بريكارديال كافتي. زي ما هنشوف الصوره في الصفحه اللي بعد كده، هيبقى الاول 2 تيوبز، تيوب وتيوب تانيه جنب بعض اسمهم 2 هارت تيوب. بعد شويه يحصل الـ2 هارت تيوب يتحدوا مع بعض يعملوا سنجل هارت تيوب. بعدين يحصل زي ما قلنا قبل كده فولدنج، الامبريو التاني من هنا يتكون فولد اسمها هيد فولد، والناحيه التانيه فولد تانيه تيل فولد. في الاول خد بالك البريكارديال كافتي ده فوق الـ2 هارت تيوب، يعني اذا تصورنا الاحمر ده هو ده الـ2 هارت تيوب، هنا البريكارديال كافتي فوقه، البريكارديال كافتي فوق الـ2 هارت تيوب. النهارده بعد الفولدنج هنا هيحصل فولدنج، لما يحصل فولدنج البريكارديال كافتي هينزل تحت هنا اهو، ده البريكارديال كافتي، والحته اللي هتديني الـ2 هارت تيوب هتبقى الهارت تيوب هنا ايه فوق. يبقى it is developed في ميزوديرم in front of باكو فارينجيال ميمبرين، it appears as 2 heart tubes in the floor of the pericardial cavity، ادي في الفلور بتاع البريكارديال كافتي. After folding the tubes، بعد الفولدنج، فولدنج يعني التاني الامبريو التاني يعمل هيد فولد. After folding the tubes lie in the roof of the cavity، التيوبز الاتنين تيوب تول يبقوا فوق في الروف اوف ذا ايه كافتي. نفس القصه هنا نفس الكلام، ادي التيوبز اهي، ادي الامبريو اهو، ادي الامبريو، التيوبز هم اللي هو الاحمر في الازرق ده بقوا فوق اللي هو لايز افتر فولدنج لايز ان ذا روف اوف ذا كافتي، ادي التو تيوبز فوق البريكارديال كافتي. وهنا برضو شوف بقى خد بالك البريكارديال كافتي يخش على يطلع على فوق، يقوم التيوبز او التيوبز ينزلوا لتحت، يحصل انفاجينيشن، يعني التيوبز تغوط جوه البريكارديال كافتي زي الانبو زي البالونه ما تدخل ايديك فيها او دخل صبعك. ادي التو تيوبز اهو، وادي البريكارديال كافتي اهو يا باشا، اهو ادي البريكارديال كافتي،
هنا التو تيوبز عملوا انفيجينيشن للبريكارديال ايه كافتي. دي اول حركه او اول جزء في الديفلوبمنت اوف ذا هارت. دلوقتي احنا في المنظر ده هنكمل الكلام اللي قلنا قبل كده. احنا قلنا الهارت تيوب بتبقى عباره عن تو تيوبز في الفلور بتاع البريكارديال كافتي، وبعدين بعد الفولدنج تبقى التو تيوبز دولت يبقوا فوق او في الروف بتاع البريكارديال كافتي. ادي التو تيوبز هم بقوا في الروف بتاع البريكارديال كافتي، وبعدين البريكارديال كافتي تحت اهو، وتو هارت تيوب بيحصل لهم انفيجينيشن، بيخشوا على جوه البريكارديال كافتي، يخشوا جوه البريكارديال كافتي يعني يزنقوا على البريكارديال كافتي، والبريكارديال كافتي بيبقى طبقتين، طبقه بره اسمها برايتال والطبقه الثانيه فيسرال اهي. تعال نشوف الرسمه دي. ادي التو تيوبز تحت مع بعض، وبقوا ادي التو تيوبز وبقوا سنجل هارت تيوب، البريكارديال كافتي اهو ابتدوا يزنقوا من على جنب، يخشوا يعملوا انفيجينيشن في البريكارديال كافتي. ادي الهارت تيوبك عملت كومبليت انفاجينيشن في البريكارديال ايه كافتي، وادي البريكارديال كافتي بقى في لاير لازق على الهارت اسمها فيسرال بريكارديوم، ولاير بره الهارت اسمها برايتال بريكارديوم، وطلع عندي حته كده، الحته اللي دخل منها الهارت اهو، اللي دخل منها الهارت دي بسميناها دورسال ميزوكارديوم، دي بيسموها دورسال ميزوكارديوم، زي في الاستومك كنا نقول دورسال ميزوكاستريوم وهكذا، دي اسمها دورسال ميزوكارديوم. مطرح ما دخل الهارت الدورسال ميزوكارديوم دي، بعد كده اللي مذاكر هارت هيعرف ان دي هتبقى ترانزفيرس ساينس اوف ذا بريكارديوم. كان عندي هنا في لما كنا بنتكلم على الهارت في الصورك كنا بنقول في بالمونر ترانك واسندج اورتا وراه كافتي اسمه ترانزفيرس ساينس اوف ذا بريكارديوم، ده اصلا في الامبريولوجي طالع من الدورسال اي ميزوكارديوم، ده هو اللي بيعمل لي ترانزفيرس ساينس اوف ذا بريكارديوم. يبقى ذا تو تيوبز يونت تو فورم سنجل هارت تيوب، دي انفاجينيت اهي البريكارديال كافتي، وبعدين تيوب سسبندد فروم ذا بريكارديال كافتي، التيوب تبقى متعلقه بالطبقتين دول من البريكارديال كافتي، وبعدين باي دورسال ميزوكارديوم، ده اسمه دورسال ميزوكارديوم. الدورسال ميزوكارديوم بقى اما يكتمل نمو الهارت يحصل له ابزوربشن وتعمل الترانزفيرس ساينس اوف ذا بريكارديوم.